صالح سدير على التنفيذ. صالح عالية الكرة، خطرة الكرة، جول جول هوار الملا محمد، يفتتح التسجيل بالدقيقة 20 من عمر المباراة. هوار المغوار، أول هدف لهوار في أرض العراق، في هوار، هوار المغوار يسجل للمنتخب العراقي، هدف تاريخي لهوار، مباراة تاريخية، الهدف رقم 17 لهوار الملا محمد، وفرحة جماهير هوار، والإعادة من صالح، جميلة الكرة الرأسية من سلام شاكر، وهوار المغوار يسجل الهدف، يؤرخ يصور هذه المباراة التاريخية، يوم تاريخي عاشر تسلم راسك يا مدلب، هدف جميل جدا 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 عن طريق يونس محمود، يذكرنا بالهدف التاريخي على المنتخب السعودي في 2007. ما عليك يا مدنون، عوض 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 ركلة الجزاء. فرحة الجماهير بهذا الهدف التاريخي الجميل ليونس محمود، راح نشوفه بالإعادة. كتشوف رأسية صعبة على شوبير، صعبة على الحارس الفلسطيني برأسية الحاسودة يونس محمود. محاولة من لواي، لواي لواي لواي، ممكن التسديدة، تسديدة جول للعراق، ثالث 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 عن طريق لواي صلاح، يسارية قوية على يمين شوبير، ثالث عن طريق لواي صلاح، ثالث لأسود الرافدين، هدف يدرس للاعب لواي صلاح، كان بديل ناجح لواي صلاح. لؤي صلاح يعرف كل صغيرة وكبيرة. إلى الاستوديو التحليلي والزميل حيدر صباح. حيدر لك الكلمة، تقبل تحياتي معلق المباراة رعد ناهي، السلام عليكم.